مشاهدينا بيسعدنا ان يكون ضيف هذا اللقاء هو الاستاذ محمد احمدين مستشار رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون ورئيس مجلس اداره شركه السي ام اي. استاذ محمد يعني سعداء جدا بوجود حضرتك وتشريفك لهذه المسابقه. عايزين حضرتك تقول ايه للساده المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا دلوقتي على هذه المسابقه السنويه اللي بتورينا امكانيات وقدرات العقول المصريه خاصه من طلاب كليه الهندسه في جامعات جمهوريه مصر العربيه كلها. باعتباري مشرف على المسابقه من حوالي 3 سنوات الحمد لله انا شايف ان شبابنا واعد جدا والمصريين كلهم المفروض يفخروا بهذا الشباب لان فعلا انا شفته في المسابقه الدوليه السنه اللي فاتت في الهند لما شفنا الرولز والقواعد والتصميمات بتاعه المسابقه الجديده اللي المفروض تعمل السنه دي اللي احنا شغالين فيها انا توقعت ان بعض الكليات هتحجم على المشاركه في المسابقه لصعوبتها لان كل سنه بتزداد صعوبه وتعقيد عن السنه اللي قبلها. فانا كنت مشفق على الطلبه بتوعنا انهم يحجموا عن المشاركه لكن الحمد لله الولاد عندهم تحدي وعندهم منافسه قويه وعندهم روح التحدي ما شاء الله عاليه جدا وقدروا رغم صعوبه المسابقه انهم يساهموا في المسابقه السنه دي وعملوا جهد كويس حضراتكم شفتوه المره دي ومدركين. تقييم حضرتك لاداء الطلاب اللي كلنا اتفرجنا على المباريات اللي فاتت الحقيقه يعني شفنا اداء مشرف. راي حضرتك وتقييمك لهذا الاداء خاصه ان دول طلاب لا زالوا بيدرسوا في كليه الهندسه مش خريجين. طبعا هم مش محترفين والجهد اللي شفناه يشكروا عليه في ضوء الامكانيات الضعيفه جدا اللي مسموح لهم من كلياتهم وفي ضوء المشاركات اللي هم بيعملوها احيانا الطلبه دول بيضطروا انهم يدفعوا من جيوبهم علشان يجمعوا الكومبوننت او المكونات بتاعه الروبوت. بالتالي لو عندنا دعم جيد من المؤسسات الحكوميه والمؤسسات التعليميه مؤسسات المجتمع المدني والشركات العامله في مجال الاي تي كلها لو ساهمت في دعم هؤلاء الطلبه في مشروعاتهم ان شاء الله متوقع انهم يحققوا المرتبه الاولى بجداره في المسابقات الدوليه. عايزين نتكلم مع حضرتك عن المكافاه او الحافز اللي هيحصل عليه الفريق الفائز يعني ممكن يكون ايه؟ في مكافاه ماليه فعلا بس هي لا تتعادل مع الجهد اللي بيبذلوه. زائد شهادات تقدير زائد الفريق الفائز بيسافر المسابقة الدولية اللي هتعمل ان شاء الله في جاكرتا في اندونيسيا وهذا العام. حضرتك تشجع طلابنا تقول لهم ايه؟ اقول لهم اللي شفته النهاردة بيحتاج لمزيد من الجهد وانتوا جهد مشكورين عليه ولو وراكم حد بيدعمكم ان شاء الله هتعملوا حاجة احسن وروح التحدي اللي شفتها في ظل المسابقة المعقدة هذا العام تدل على ان شبابنا المصري ان شاء الله بخير ودايما هتبقى احسن ومصر تبقى جيده واحسن في ظل هؤلاء الطلبه ان شاء الله. ان شاء الله يعني عايزين نقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم وهذه الاجواء الرمضانيه والحقيقه يعني كان الله في عون الشباب في هذا التوقيت بيلعبوا مباراتهم صايمين وشاكرين لحضرتك جهدك في هذه المباريات علشان نشوفها قدام الساده المشاهدين نشوف هذا الاداء المشرف ونعرضه مش بس على شاشات التلفزيون العالم كمان كله بيشاهدوا معانا وعينه دايما على المصريين وعلى عقول المصريين. نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. قناه التعليم العالي ان كل عام بتدعم هؤلاء الطلبه اعلاميا وجهدكم مشكور جدا وربنا يوفقهم وكل سنه وانتم طيبين والمسابقه بخير ان شاء الله دايما ومصر بخير باذن الله. Thank you.
تألق ملحوظ لطلاب جامعة حلوان شفناه النهاردة مع حضراتكم من خلال مشاركتهم في هذه المسابقة. معانا مجموعة من هؤلاء الطلاب هنتعرف عليهم ونتعرف على ازاي استعدوا بهذا الشكل الجيد لهذه البطولة. اتعرف بيكم محمد ابراهيم ثانية من الميكانيكا، عبد الرحمن علي من جامعة حلوان تيم بايرتس، خالد حشمة ثانية من الميكاترونكس. اهلا بكم يا جماعة، منورين شاشة قناة التعليم العالي وسعداء ب اداء جامعه حلوان النهارده. الحقيقه عمالين ما شاء الله شايفين بتحصدوا في الفوز، فيعني ده بالتاكيد نتيجه لاستعداد قوي وتحضير اخذ منكم جهد كبير. كلمونا عن هذا التحضير والاستعداد لهذه المسابقه. اولا احنا بيبقى التيم متكون من ميكانيكا واتصالات وكهرباء، كل يعني الافراد اللي هو ميكانيكا بيبقى شغل ميكانيكا، الكهرباء اللي هي الكهرباء، الكنترول بيعمل كنترول، هنا روبوتون بتقول لنا المسابقه بيها فتره، فبتدينا وقت اللي احنا نجهز للمسابقه وتوفر لنا ملعب. فجامعه حلوان يعني بتساعدنا كتير قوي، عشان كده مستواها بيبقى عالي عن باقي الجامعات. طيب انتوا النهارده من خلال مشاركتكم في اكثر من مباراه كفريق جامعه حلوان، مستوى الطلاب المشاركين ايه ومستوى المنافسه ايه بالنسبه لكم؟ قويه ولا شايفين انها عاديه ولا كنتم محضرين نفسكم ليها؟ مستوى المنافسه يعني كويس، كنا متحضرين الحمد لله لحاجه زي كده، متوقعين حاجه زي كده من جامعات ثانيه، بس احنا الحمد لله كنا مستعدين الحمد لله، يعني شغل كويس ان شاء الله. الفتره اللي انتوا بتحضروا فيها بالفعل الشكل النهائي للانسان الالي اللي انتوا بتتحكموا فيه بشكل وايرلس على ما اعتقد، وايرلس، ده بياخد منكم وقت وجهد كبير علشان تقدروا تعملوا الكنترولز بتاعته وكل الشغل اللي موجود فيه. يمكن المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي واللي اتفرج ويتابع معانا المسابقه شاف تقنيات عاليه قوي بخامات بسيطه جدا جدا جدا. اتكلمنا شويه عن هذه الخامات البسيطه، ازاي قدرتوا توظفوها وتطلعوا منها بهذا الانسان الالي اللي تستطيع التحكم فيه بدون استاذ. هو الاوتبوت اللي بيطلع ممكن الناس تشوفه كومبليكيتد شويه، بس العمليه سهله جدا. احنا بنستخدم مواد مثلا زي الالومنيا، اي حد يقدر يحصل عليها، وبنبدا نقعد مقاسات معينه، بنقدر نعمل ميكانيزمات بسيطه ومنطقيه جدا. كمان زجاجات بلاستيكيه يعني بيتم استخدامها ايضا. زجاجات بلاستيكيه دي انظمه بنيوماتيك ضغط هواء زي الهيدروليك اللي هو ضغط الزيت، بس ده ازايز ضغط هواء بنستخدمها، بتساعد تحريك البيستونز عشان تؤدي حركات معينه اللي هي مثلا زي حركه فتح المضرب عشان نلعب السيرف او نرد السيرف، حاجات زي كده. ايه اصعب حاجه كانت مقابلاكم في هذه المسابقه وانتم بتحضروا لها؟ ايه هو البند او الشرط اللي حسيتوا ان هو صعب قوي؟ المسابقه السنه دي كنترول فيها صعب، يعني ميكانيكا سهله، اللي انت تعمل تتحكم بروبوت عن طريق الوايرلس وكرة ريشة اللي تضربها في مكان عايز، محتاجة تدريب والكنترول بتاعك يبقى مظبوط. وبالنسبة لك كانت ايه أصعب حاجة وأنت بتلعب بالفعل المباراة بتاعتك؟ أصعب حاجة أنت تكون مظبط الكنترول بتاعك، الميكانيكا كويسة وشغل كويس، لازم ما تضيعش الشغل ده، لازم يبقى الكنترول بتاعك كويس، الميكانيكا كويسة، مظبط نفسك الكنترول، ده أكتر حاجة بتواجهنا يعني. احنا النهاردة بنلعب هذه المباريات في أجواء صعبة شوية، رمضان، كل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين كلهم طيبين وبخير، وكمان جو حر مش قادرين نشغل مراوح على مكيفات علشان ما تاثرش على الكوره. ده اثر عليكم في حاجه ولا شايفين انه ده عادي انتوا اتمرنتوا على ده؟ هو مأثر شويه بس بنضطر نستحمل، لان احنا بقالنا 4 5 شهور شغالين عشان نوصل لليوم ده، فمش معقول ان يوم يعني هيبقى حر شويه هيخلينا يعني نخرج الاوت بوت المفروض نخرجه بصوره كويسه ان هو ما يطلعش زي ما احنا عايزين، طب نستحمل
مشاهدينا دي كانت نهاية حلقة النهاردة، استعرضنا فيها مع حضراتكم استعدادات الطلاب لمسابقة الريبكون. بتمنى يا رب يكون هذه الحلقة نالت إعجاب وقبول حضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، على وعد بلقاء جديد. حتى يحين هذا الموعد أترككم في أمان الله.